يوم ختام حافل لأسبوع الشهيد في صنعاء، على فيه صوت الأدباء والشعراء وتوحد مع عطاء دم الشهيد من أجل الوطن. أردنا أن نوصل صوت الجبهة الثقافية، صوت الأدباء والمثقفين الذي يتوحد مع دم الشهيد ومع معاني التضحية والفداء التي قدمها. عرض مسرحي امتزج فيه الشعر بالأداء الدرامي وفنون الرقص الفلكلوري، أنماط فنية استلهمت إبداعها من روح الشهيد ومعاني التضحية. ونعطي الشهيد بعضا من حقه، وماذا يعني لنا الشهيد؟ هذه أول رسالة أردنا أن نوجهها. أيضا أن الشعب اليمني هو شعب واحد وسيظل شعبا واحد، وأن الجيش اليمني واللجان الشعبية ومن هم من يذودون عن هذا الشعب. القصائد بالإضافة إلى العرض المسرحي جعلت قلوبنا تبكي قبل أعيننا، وفي هذا اليوم العظيم نعاهد جميع الشهداء وجميع أمهات الشهداء أننا سائرون على نهجهم. وعلى مدى أسبوع كامل تواصلت فعاليات الشهيد، لكن الشهداء يبقون خالدين بما سطروه من ملاحم بطولية، فكيف إذا احتلوا عناوين القصائد ومضامين المسرحيات وشتى الأعمال الثقافية؟ من الإنشاد إلى الشعر إلى المسرح، كل ذلك في اليوم الختامي لأسبوع الشهيد احتفالا بالذكرى السنوية له. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين.